بعد القرار الحكومي الأخير في دعم المنتج المحلي وارتفاع أسعار البيض بطريقة ملحوظة حتى وصل سعر الطبقة الواحدة إلى 7000 دينار، أثار الأمر استياء الشارع العقاري، ما جعل بعض الفئات في المحافظة بإقامة حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شرائه. المنتج المحلي ما قاعد يلبي الغرض المطلوب للمحافظة، يعني المنتج المحلي زين بغداد ما يكفيه. زين هاي محافظات كلها على 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 بغداد. والإنتاج المحلي يعني كله هسه تقيس العراق كله ما بي 4000 كرتون. العراق يراد اقل شيء 50 تريلا ب 50000 كرتون باليوم. اكو بيا ناس تشتغل عمال، انا هسه مثلا اشتري لي طبقة بيض ب 6000 دينار، يومية العامل 10000 دينار، هاي ما جاي يصير. احنا نطالب شنو؟ الاسعار كون بحيث يخلونها مناسبة ويسعرون الاسعار. المواطن على مود أنا أشتري، المواطن يشتري، غيري يستفاد، الناس تجار تستفاد. الحكومة المحلية من جانبها عقدت اجتماعا طارئا مع الدوائر ذات العلاقة، قامت على أثره بتشكيل غرفة عمليات تنحصر مهمتها في العمل على تخفيض أسعار البيض ومطالبة دائرة الأمن الاقتصادية بمتابعة بيعه في الأسواق. تم الاتفاق على جملة إجراءات، والإجراءات التي تم الاتفاق عليها هو تخفيض سعر الكرتون لبيض المائدة من 60000 إلى 47000، وحقيقة هذا تعهد من قبل الأخوة مربي الدواجن والأخوة أصحاب الحقول، وكما ألزمنا دارة الأمن الاقتصادي بضرورة متابعة الأسواق لعدم السماح لارتفاعها. وهناك تم تشكيل لجنة مشتركة بين أصحاب الحقول وأصحاب المربي الدواجن مع دارة الزراعة واللجنة الزراعية العليا لمتابعة الإنتاج ومتابعة البيع. حكاية العشق الصباحي بين المواطن والبيضة تنتهي بالمقاطعة بينهما بعد أن تعززت الأخيرة بسعرها الباهظ وأصبحت أغلى من سعر أمها الدجاجة. منى البدري، قناة رشيد الفضائية، الناصرية.